عندنا ان شاء الله باذن الله هنبتدي مباراتنا المؤجله في الدوري. عندنا يوم 26 مباراه الشمس. المباراه دي كانت المفروض تتلعب يوم 2/2 بس حصل تقديم ليها بقت يوم 26. عندنا مباراه سموحه في دور ال 16 في كاس مصر يوم 30. دول اقرب حاجه لينا ان شاء الله باذن الله، فاحنا بنستعد لهم دلوقتي استعداد قوي. ابتدينا الفتره اللي فاتت اهتمنا باللياقه البدنيه بتاعه الفريق بعد البطوله العربيه ورفعنا اللياقه البدنيه بتاعه الفريق، ودلوقتي دخلنا في الشغل الفني والشغل التكتيك بتاع الفريق. وعندنا ان شاء الله باذن الله في الفتره الاسبوع الجاي عندنا ماتشين وديين مع نادي هليوبلس ومع نادي السيد باذن الله. هو لحسن حظنا كان في فتره توقف عشان الامتحانات وكده، ابتدينا اديناهم راحه شويه، ابتدينا نحفزهم تاني وابتدينا شغل اللياقه البدنيه بتاعنا وشغل الفولي بتاعنا جامد جدا. وابتدينا طبعا نتكلم معاهم ان احنا عندنا الفتره الجايه مباريات مهمه سواء في الدوري او في بطوله افريقيا، وطبعا علينا الحوافز عندهم ان البطوله على ارضنا وسط جمهورنا، وجمهورنا طبعا ابتدى يعني ما يقبلش اي حاجه من فريق الطايره السيدات غير المكسب، فدي حوافز كلها بنحطها لهم الفتره الجايه. وهم الحقيقه تفهموا الوضع بتاع المنافسه الفتره الجايه، والحقيقه البنات الفتره اللي فاتت بذلوا مجهود عالي جدا في التدريبات ومركزين جدا الحمد لله. دلوقتي احنا بنستعد، اول حاجه عندنا دور قبل النهائي والنهائي لمنطقه القاهره، دي اول حاجه. وعندنا ماتش يوم 26، ده اول ماتش عندنا في دور ال 16 في كاس مصر، وبعد كده الدوري ان شاء الله 17/2 ده دوري السوبر ان شاء الله. فاحنا مستعد دلوقتي للمنطقه وماتش الكاس ان شاء الله. والله عندي صعوبات بصراحه، عندي الامتحانات عامله لنا مشكله، يعني معظم البنات عندهم امتحانات، في منهم خلص ولسه وفي منهم لسه ما خلص، هي دي المشكله الاساسيه. وعندنا ثلاث اصابات ان شاء الله يا رب، يعني هم في مرحله التاهيل سهيله وتقى ودينا عمرو، ان شاء الله يلحقونا قبل دوري السوبر. تقى عامله عمليه في مناخيرها بعد دوري المرتبط، سهيله عندها جزء في الرباط الداخلي الركبه، ودينا عندها يعني شد في العضله الاماميه بس مطول شويه، فان شاء الله يعني ان شاء الله يلحقونا قبل دوري السوبر. لكن البنات منتظمه الحمد لله لحد ما فتره الامتحانات، بندي يوم بس قبل الاجازه قبل الامتحان، لكن الحمد لله التمرين ماشي كويس ان شاء الله، وربنا يكرم باذن الله. املنا وهدفنا ان شاء الله ان احنا ناخد كل البطولات المحليه الموجوده، احنا فاضل لنا المنطقه والكاس ودوري السوبر ان شاء الله. نتمنى ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا يا رب ان شاء الله ونجيب الثلاثه. احنا حصلنا على كاس مصر ودوري المرتبط، خسرنا المنطقه في فاينل المنطقه وما توفقناش في الدوري السوبر. نتمنى ان شاء الله السنه دي نتوفق يا رب ان شاء الله ونكسب باذن الله. يعني والله احنا دلوقتي في فتره امتحانات وكده، بس الحمد لله بنتمرن كتير وكابتن مركز معانا في التمرين، وان شاء الله يعني بنبدا بدايه جديده خالص بعيد عن المرتبط عشان ان شاء الله ناخد بقيه البطولات برضو بدون هزيمه ان شاء الله باذن الله. هي اكيد منافسه صعبه بس في الاخر احنا بنتمرن كويس جدا وبنعمل اللي علينا، وكابتن ايهاب مركز معانا جدا وتمارين فتنس وباسكت وكل حاجه، فلا ان شاء الله يعني احنا قدها ايا كان. هي منافسه كويسه بس احنا اكيد قدها باذن الله. هو في صعوبه بس زي ما بقول لحضرتك احنا مع التمرين وكده احنا ما بنوقفش، يعني احنا بعد المرتبط برضو ما خدناش اجازه، فاحنا متعودين على البريشر ايا كان يعني، فلا ان شاء الله ما فيهاش صعوبه باذن الله يعني. طبعا احنا مستعدين لها جامد، طبعا بندخل جيم، كان في الاول تراك طبعا قبل ما الجو يبقى برد قوي كده، بس منتظمين على الجيم، وبعد كده نيجي هنا نعمل تقوياتنا العاديه، وبعد كده ننزل يعني الباسكت بقى. هي منافسه جامده الصراحه، يعني اجمد كام السنه اللي فاتت، يعني كل الفرق بتتطور، مش يعني احنا كمان بنطلع بس هم كان كلهم بيطلعوا، فهي منافسة جامدة على السنة اللي فاتت.